اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده زي ما قلنا في الجزء الاول من الحلقه كان انعقاد المؤتمر او مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، وده تفعيل لاتفاقيه ترفيع العلاقات المصريه الاوروبيه الى المستوى الاستراتيجي من خلال محاور سته. المحور اللي يهمنا النهارده هو المحور الاقتصادي الاستثماري التجاري. دعوني ارحب بضيوفي دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. دكتور هشام اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور سمير صبري مقر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني. دكتور سمير اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني حضراتكم خبراء في مجالاتكم وتابعتوا بالتاكيد المؤتمر والجلسات والمداخلات وكلام السيد الرئيس وكلام السيد الوزراء، كلام الجانب الاوروبي. خلينا الاول كيف ننظر نظره كليه الى هذا المؤتمر في سياقه العام دكتور هشام؟ هو مؤكد انعقاد المؤتمر اليوم هو ترجمه حقيقيه لفكره ترفيع العلاقات فيما بين مصر والاتحاد الاوروبي للمستوى الاستراتيجي. واتصور انه العلاقه مش بس انه مصر هتجني الكثير من ترفيع العلاقات وانعقاد هذا المؤتمر، لكن اتصور ايضا انه الاتحاد الاوروبي يحتاج لهذا الامر لعده اسباب. لكن مقدمات لترفيع العلاقات اتصور انه كان له في عدد من الملفات اللي هي الاتحاد الاوروبي كان بيثمن دور مصر فيها. يمكن العنصر الاهم هو ملف الهجره غير الشرعيه، والحقيقه يمكن مسؤولي الاتحاد الاوروبي دوما خلال العامين الماضيين على وجه التحديد كانوا الحقيقه بيشيدوا بانه مصر كانت الحقيقه بتلعب دور هام للغايه في الحد من الهجره غير الشرعيه لدول الاتحاد الاوروبي، والحقيقه ده ملف صعب للغايه بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي، والحقيقه كان دوما هذا الملف بيعرق العديد من دول الاتحاد الاوروبي على مدار سنوات طويله. الامر الثاني او الملف الثاني اللي ايضا مصر لعبت فيه دور مهم خلال العامين الماضيين، يمكن الظروف هي اللي هي ساعدت مصر في هذا الامر، هو انه مصر وقفت مع دول الاتحاد الاوروبي وقفه جيده للغايه فيما يتعلق بصادرات الغاز في بدايه الحرب الروسيه على اوكرانيا والعقوبات المضاده. الحقيقه مصر لعبت دور مهم جدا في امداد عدد من دول الاتحاد الاوروبي بالطاقه، ويمكن الحقيقه حجم الصادرات يمكن العام الماضي يمكن كان تجاوز ال 8 مليار يورو. الحقيقه ده كان رقم مهم فيما يتعلق ب انه مصر كان لديها قدر من الفائض، يمكن الحقيقه شحنات الغاز المسال الحقيقه كانت بتتدفق بشكل مستمر. المساله الثالثه هو ما يتعلق بدور مصر ومكانتها مش بس على المستوى الجغرافي او التاريخي، لكن على مستوى المستقبل. بمعنى انه مصر المفترض انها من بين الدول اللي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يستند او يعتمد عليها في لعب دور اقتصادي على مستوى المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه، وده الحقيقه في اطار تنافسي او في اطار صراع مع عدد من الدول. الصين بالتاكيد بتلعب دور، روسيا بتلعب دور على مدار فترات زمنيه بعيده، ويمكن الحقيقه بتسعى انها تجتذب العديد من الدول الافريقيه لمساندتها. بنتكلم الهند ايضا الحقيقه ليست بعيده عن المشهد الافريقي، وبالتالي احنا الحقيقه بنتحدث عن انه مصر اللي الحقيقه بتربطها علاقات اقتصاديه جيده مع الصين مع الهند مع روسيا، بالتاكيد الاتحاد الاوروبي بعينه على مصر وانه لا يجب ان يترك الساحه كامله لدول زي الصين او روسيا او الهند. ما يتعلق بمبادره الحزام والطريق، المبادره الصينيه الحقيقه بتسعى انها تخلق مسار جديد لحركه التجاره الدوليه، ومصر الحقيقه بتلعب دور في هذا الامر. ايضا الاتحاد الاوروبي يمكن في فترات سابقه كان الحقيقه غير محبز لهذه المبادره، لكن الحقيقه بيشوف ان المبادره دي بتسير وبتطبق على ارض الواقع في خطوات ملموسه، وبالتالي الاتحاد الاوروبي بيسعى انه يضع قدم قويه له داخل القاره الافريقيه على وجه التحديد، وبالتالي مصر هي اللي يمكن ان تمكن الاتحاد الاوروبي من هذا الامر. ما يتعلق بأمن البحر المتوسط وأنه الحقيقة دول الاتحاد الأوروبي بتنظر للجنوب باعتباره أنه بيمثل عنصر أساسي فيما يتعلق بأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد مصر دولة مهمة فيما يتعلق بقدرتها على مزيد من الاستقرار الهدوء، وخاصة أنه إحنا الحقيقة لدينا دول
من الدول اللي هي محيطة على البحر المتوسط ما زالت بتشكل أرق بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. احنا بنتكلم على ليبيا، بنتكلم على فلسطين، بنتكلم على لبنان، بنتكلم في حياة دول سوريا، بنتكلم على دول حياة ما زالت بتؤرق دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي مصر مهم انها الحياة تلعب دور في إطار تنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. فالحقيقة لدينا عدد من الملفات هو اللي خلى الحقيقة أوروبا تعيد أو الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في العلاقات مع مصر أنها ترتقي للمستوى الاستراتيجي. وبالتالي كان انعقاد مؤتمر اليوم هو ترجمة حقيقية أو خطوة هامة في إطار هذا الموضوع. تمام، يعني دكتور مدحت، أعتقد أنه ما رأيناه اليوم وما سنراه غدا يجعلنا نطرح سؤال: كيف يمكن لنا أن نستفيد استفادة قصوى من وجود الاتحاد الأوروبي بهذه الشجاعة وبهذا الإقدام لمصر حتى لا تتكرر تجارب سابقة كان في مؤتمرات ولم تسفر عن شيء حقيقي ملموس؟ صحيح، هذا هو السؤال الأهم. وأعتقد أن يعني في نهاية الجلسة الأولى اللي كان فيها البانل الشهير اللي فيه وزيرة التخطيط وفي وزيرة التعاون الدولي، أعتقد أن الختام الذي صاغه رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية، في أننا ننظر إلى الأمام في كيفية جذب الاستثمارات، فإن لدينا فرصة لجذب الاستثمارات، هو يلخص الهدف من المؤتمر، أن الهدف ليس استعراض ما تم إنجازه وإنما ما يمكن أن تقدمه مصر للشريك الحليف الاستراتيجي من فرص كثيرة للاستثمار بخلاف الاستثمار المعهود الذي يأتي في شكل تدفقات أموال ساخنة ونقود ساخنة في أدوات الدين. ومن ثم الحزمة التي هي مدار هذا المؤتمر التي تصل إلى حوالي 8 مليار دولار، هي 7.4 من 10 مليار يورو، وأعتقد حتى الدكتورة رانيا المشاط أكثر من مرة قالت أرقام وقالت إنها بالدولار بس هي كانت باليورو فهي أكبر، يعني ما قالت 1.8 من 10 مليار دولار، لا هي كانت أكثر يعني حوالي 2 مليار. الحزمة بأشكالها المختلفة وتقسيماتها المختلفة، جانب منها هيبقى موجه لدعم الاستثمارات أو لضمان الاستثمارات اللي هو 1.8 من 10 مليار يورو، وجانب آخر هيبقى في شكل قروض ميسرة وحوالي اللي هو 5 مليار و600 مليون يورو هتبقى شكل منح. أولويات الاتحاد الأوروبي واضحة في أنه يعني إلى جانب النقاط اللي أشار إليها دكتور هشام وإلى جانب أهمية البعد الاستراتيجي والبعد الجيوسياسي الذي أكيد عين الاتحاد الأوروبي عليه، هو الأساس وهو الذي حرك هذه الاتفاقات قبل حتى موافقة البرلمان، يعني ما انتظروش موافقة البرلمان الأوروبي ودخلوا على طول وأعطوا هذه المساعدات أو هذه الحزمة التي تأتي في إطار حزمة أكبر لما نقراها كلها على بعض نلاقيها حوالي 57 مليار دولار. فهو ده داخل بالمكون بتاعه كأوروبا عشان يعمل نوع من أنواع المساندة، والتي نرى أنها كانت موفقة في أنها رسمت طرق للمساعدة بعيدا عن الفكرة التقليدية التي تنصب فقط على المساعدة بالقروض، وإنما هناك فكرة أن يتم توقيع مذكرات تفاهم تصل، احنا قيم المناهة دي قليلة جدا بالنسبة لمذكرات التفاهم اللي وصلت في بعض التقديرات لفوق 60 مليار يورو. فإذا هذه المذكرات وكي لا نكرر المشكلة اللي أو مش مشكلة ما تفضلت حضرتك بالإشارة إليه في مؤتمرات سابقة كان فيها مذكرات تفاهم بأرقام أكبر من كده بكتير، يجب أن تتحول هذه المذكرات إلى مشروعات حقيقية على الأرض، تحولها إلى مشروعات على الأرض صاغها المتحدث الممثل للاتحاد الأوروبي في نفس الجلسة اللي بأشير إليها، صاغها ببساطة كنت أنا أتحدث فيها حتى بالأمس، في أنها وضوح رؤية الاستثمار، في أنها سهولة التراخيص، في أنها سهولة الوصول للتمويل، في أنها عدم مزاحمة الدولة القطاع الخاص اللي هتقول النهارده اللي بنقوله على طول احنا بنشتغلين عليه بقالنا 10 سنين طول الوقت فهو ده عايز، هو ده اللي عايز يشوفه. وبالتالي مع كل التقدير للإشارات، طبعا انا متفهم ازاي ان وزير مسؤول او وزيرة مسؤولة بيبقى عايز يعرض ملفاته وعايز يعرض أدائه، لكن مش هو ده اللي هم اهمهم، بالعكس هو يهمه انه يشوف المشكلة في المشاكل اللي احنا تعرضنا لها، لان هو مش جاي في ظروف وردية، هو جاي مشكلة. فهو مهم ان هو يشوف ان احنا عندنا قدرة وآلية على اكتشاف المشكلات، وليس فقط اننا نقرأها او اننا نقرأها في اطار الازمة الدولية. هناك ازمة دولية، هو يعلم هذه الازمة، لكن كان برضو من الانسب ان احنا نقول كان عندنا مشاكل معينة في كذا، كان عندنا توسعات في كذا، كان عندنا تركيز اولويات بنعيد صياغتها. لما هيسمع الكلام ده هيطمئن اكتر، كويس انه بيسمعه مننا النهارده اهو في الاعلام، ان احنا بالفعل بنعيد صياغه اولوياتنا وفقا لالتزاماتنا اللي هو داخل جزء منها التزاماتنا قبل الصندوق. ما احنا ملتزمين مع الصندوق في الاتفاقيه بان احنا هيبقى لينا توجهات معينه، احب ان الكلام ده يتقال على الاقل بكره لاني ما سمعتوش النهارده،
لان الالتزام مع صندوق النقد الدولي هو الجانب الاهم في يعني اهتمام او يعني جذب الجانب الاوروبي للدخول مستثمرا ومقرضا ومساعدا لمصر. تركيز الملفات الاخرى اللي هو عايز او مش ملفات المنتجات اللي هو مهتم بيها، هو مهتم بمجالات الطاقه ومهتم بالطاقه المتجدده ومهتم بالمجالات الصناعيه اللي انا عايزها، اللي هي اولوياتي واللي هي ذكرتها وزيره التخطيط في بدايه الكلام. نحن مهتمين بالقطاعات الانتاجيه، ذكرت الصناعه والتجاره وتكنولوجيا المعلومات في الاساس، وبعدين اضافت اللوجستيات، وهذه الجوانب الحقيقه تلقى الكثير من الاهتمام من الجانب الاوروبي. الاتحاد الاوروبي دخل باستثمارات كبيره خلال الفتره الماضيه، استثماراته من 2017 وحتى الان يعني اعتقد انها زادت بمعدلات استثنائيه، ده بالنسبه للاستثمارات، تدفقات الاستثمار المباشر تحديدا. ايضا حجم التجاره البينيه يشجع على ان تتحقق هذه العلاقه الاستراتيجيه على اسس من المنفعه المتبادله، وليس فقط على اساس واحد او على اساس اتجاه واحد، لان احنا بنساعد مثلا مصر لانها تمثل لنا بعد استراتيجي او خلافه، لان هناك الكثير من الدول التي تتمتع بهذه الصفات لكنها لا تملك الخصائص التي يمتلكها الاقتصاد المصري، واللي اشار اليها كثير من المتحدثين الاجانب اليوم، واللي اتكلموا على ان مصر بتتمتع باقتصاد متنوع، اقتصاد ريزيلينت حتى، يعني الصديق الاستاذ اسامه كمال حتى كان ترجمها، بس غالبا هو كان في باله ريزيستنس لانه المقاومة، لكن هم الحوار قالوا لا الصلابة. والاقتصاد الريزيلينت ده اللي هو يقدر ان هو يصمد، والقدرة على الصمود، انه استطاع ان يصمد امام الكثير من الصدمات العنيفة، منها صدمة كوفيد، منها صدمة الحروب سواء حرب روسيا اوكرانيا او حرب غزة، اللي كان ليها اثار مباشرة وبينفول يعني مؤلمة على الاقتصاد المصري. صحيح. طيب خلينا نروح للدكتور سمير صبري، وبصفتك مقرر الاستثمار ودعم القطاع الخاص او يعني تمكين القطاع الخاص، ده هدف استراتيجي أعلنه الرئيس ورئيس الحكومة وتخدم ملكية الدولة إلى آخره. كيف قرأت تفعيل هذا الهدف في هذا المؤتمر؟ أو كيف يمكن، خلينا أقول كيف يمكن أن احنا ندي جرعة أكبر للقطاع الخاص؟ النهاردة هلا سعيد شرحت الموضوع أنه مش قل أو زاد، ده الدولة اللي زودت حجم استثماراتها عشان البنية التحتية وعشان كوفيد وغيره، لكن مازال القطاع الخاص له اليد الطولة في العمالة، في الناتج المحلي الإجمالي إلى آخره. يعني هو مما لا شك فيه أن المؤتمر النهاردة وأغلب المتحدثين كانت التركيز دائما على الاستثمار في القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص يرجع يكون هو القاطرة للاستثمارات العام في مصر، وأنه يكون هو دايما المشغل الأول، وهو اللي بيخلق فرص وبيخلق وظائف. المؤتمر النهاردة كان خطوة من خطوات الشراكة اللي ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، واللي بدأت في مارس بتوقيع ترفيع العلاقات انها تكون علاقات استراتيجية شاملة. القطاع الخاص والاستثمار الخاص سواء كان محلي او اجنبي، طلباته اللي بنقولها حتى في الحوار الوطني واللي بيقولها الخبراء دائما واللي الحكومة حتى بتتكلم فيها، هي النهاردة اللي جات على لسان معظم المتحدثين اللي بيمثلوا مؤسسات التمويل الاوروبية وبنك الاوروبي للتعمير والتنمية. فاحنا النهاردة امام امر كلنا متفقين عليه كيفية تفعيله، وهو القطاع الخاص يكون هو المشغل وهو المستثمر الأول في الدولة المصرية. في عندي جانب صلب لده وهو البنية التحتية، ده تم فيه إنجاز غير مسبوق في السنوات الماضية. عندي النهاردة انفراستراكشر جاهزة جدا لاستقبال القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي للعمل في موضوعات كثيرة جدا، قطاعات كبيرة جدا مصر ما كانتش ليها أولويات زمان، زي على سبيل المثال للحصر قطاع النقل والمواصلات، وجعل مصر منطقة لوجستية مهمة جدا في العالم. احنا ما كانش عندنا غير قناة السويس، مجرد ان التجارة العالمية بتعدي من هذا الممر الهام في العالم. النهاردة لا، عندي موانئ جديدة، موانئ حديثة، عندي مناطق لوجستية على كل حدودنا في مصر سواء كانت برية او بحرية، عندي مطارات جديدة انشئت. كل ده الاتحاد الاوروبي شايفه كويس جدا. الاتحاد الاوروبي جاي في وين وين سيتويشن. احنا علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي علاقه طويله جدا من 2001 لما عملنا مذكره التجاره المشتركه المصريه الاوروبيه، وتصدع عليها في البرلمان في 2002 في البرلمان الاوروبي في مجلس الشعب المصري. لما نقرا التاريخ بقى مين كان مستفيد؟ كان الاتحاد الاوروبي مش مصر. ميزان التبادل التجاري بيننا وبين الاتحاد الاوروبي دائما لصالح الاتحاد الاوروبي. احنا بنتكلم في حوالي 26 مليار يورو
سنويا، احنا نصيبنا بنصدر ليهم بستة مليار، هم بيصدروا لنا بعشرين مليار يورو. فعندي عجز في الميزان بشكل ضخم جدا مع الاتحاد الاوروبي، هو شريك استراتيجي. طب انا بصدر له ايه؟ انا بصدر له لمحل الصادرات غاز ونفط، بعض الكيماويات، بعض الحصاد الزراعي وحصاد زراعيه وخامات تعدينيه بسيطه، بستورد منه المعدات كلها والالات والسيارات وحاجات كثيره جدا وتكنولوجيا والى غير ذلك، ومنها طبعا طائرات والايرباص البراند المشهور بنشتري منهم بارقام كبيره من الاتحاد الاوروبي. اذا النهارده الدوله المصريه والحكومه عليها دور كبير جدا، والقطاع الخاص المصري وكان ممثل النهارده، وده كان شيء بيسعدني من ايجابيات هذا المؤتمر، كان في تمثيل لقيادات الشركات المصريه الكبيره، رؤساء مجالس ادارات، كل الناس دي كانت موجوده في المؤتمر. اذا عندنا بالتعاون مع وزاره التعاون الدولي فتح الافاق ان انا اخلي البرايفت سيكتور في مصر مع القطاع الخاص في الاتحاد الاوروبي يكلموا بعض تحت رعايه هذه الشراكه الاستراتيجيه، واقدر اطلع منها بارقام اكبر بكتير جدا من الارقام المعلن عنها. زي ما دكتور مدحت كان بيقول، مش قصه الخمسه وثمانيه من عشره ولا الواحد وثمانيه من عشره ولا الستمائه مليون يورو اللي متوجهين اللي احنا النهارده بنمضي عليهم، لا، انا ممكن اطلع بارقام ضخمه جدا كشراكه ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الاوروبي. اوروبا عندها ازمه كبيره، القاره الاوروبيه النهارده في اصعب ايامها منذ الحرب العالميه الثانيه، عندها مشكله كبيره في حرب روسيا واوكرانيا، هي المتضرر الاكبر من هذه الحرب، عندها مشكله ثانيه الجائحة والتبعات اللي حصلت في الاتحاد الأوروبي كله ودوله. في دول في الاتحاد الأوروبي بتعاني النهاردة من أرقام غير مسبوقة في التضخم ما شافوهاش قبل كده، حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، المواطن الأوروبي بيشعر بأزمات كثيرة جدا. إذن هو بيفكر كاتحاد أوروبي، أفتح محفظتي الاستثمارية وأبدأ أبص تاني خارج حدودي، عندي مشكلة طاقة، مين أهم دولة النهاردة في الطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ هي مصر. الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، احنا بالفعل من عامين فرنسا وقعت أكبر عقد لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وده تحت التنفيذ حاليا. يبقى أنا أقدر كدولة مصرية عندي ملفات القطاع الخاص يقودها بالشراكة مع القطاع الخاص الأوروبي، ملف التعدين، ملف الطاقة الجديدة والمتجددة اللي محدش بيتكلم عنه، عشان كده أنا يعني تعمدت أذكره أكثر من مرة، الخامات التعدينية في مصر ثروة، ولو شفنا مؤشرها في إجمالي الدخل رقم لا يذكر، في التشغيل 0.0 رقم في تشغيل العمالة المصرية، وده ملف كبير جدا. الاتحاد الأوروبي وإحنا كان عندنا لقاء مع أكثر من شركة من الشركات الضخمة، بيقولوا أنتوا عندكم النهاردة مشروع الرمال السوداء اللي سيادة الرئيس أشرف عليه وتم، اللي بيتخطط ليه من الخمسينات وما كانش اتعمل، النهاردة عندنا فيه ثروة غير طبيعية، في نقل هتحصل، لأن عندي عناصر زي التانتلم، النوبيوم، الليثيوم، العالم كله بيدور على العناصر دي في العالم، احنا خدنا خطوه استباقيه. هيكون مصدر الخامات الهامه لصناعه السيارات الكهربائيه، البطاريات، عندي في مصر. فعندي فرصه كبيره جدا، الحكومه قدامها فرصه هنا الفولو اب المتابعه. احنا بنبقى كويسين جدا في ان احنا نعمل اتفاقات دوليه، شراكه متعدده الاطراف او من طرفين، ونمضي عقود مهمه جدا. استكمال المتابعه والملفات دي تفعيلها على الارض اظنه مهم جدا. هستأذنكم هطلع فاصل قصير، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. للإعلان على قناة تل برجاء الاتصال بـ POD الوكيل الإعلاني الحصري على الرقم التالي. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني دكتور هشام وبرضه دكتور مدحت ودكتور سمير، يعني معلش ما تاخذونيش، يعني كل الكلام اللي احنا قلناه النهارده قلناه قبل كده،
يعني حضرتك وحضرتك وحضرتك كل الكلام من قبل كده، ونفس الأسئلة بتاعتي اتسألت قبل كده، ونفس الإجابات جاوبت قبل كده. لماذا لا نخرج من هذا المربع اللعين إن إحنا فقط فقط بنتكلم وكلام صحيح وكلنا مؤمنين به، لكن لماذا لا نترجم هذا الكلام إلى أفعال؟ القطاع الخاص أهمية القطاع الخاص، يلا الصبح وإحنا بنصلي الفجر ندعي القطاع الخاص، والظهر والضحى القطاع الخاص أهميته، والتصدير أهمية التصدير، في روشتة بنشربها الصبح وبالليل، كلنا عارفين كل الكلام. لماذا تواضعت النتائج رغم كل هذا التأكيد على أننا فاهمين الطريق الصح؟ لأنه إحنا الحقيقة بنوقف عند المربع رقم واحد بس. كان نفسي تقول أنت غلطان. لا أنت صحيح. والله كنت مستنيك تقول أنت غلطان. ويمكن دكتور سميد أشار لفكرة الفولو أب أو فكرة المربع. إحنا دايما بنوقف عند المربع رقم واحد. العقد اليوم ده الحقيقة أقدر أصنفه على الرغم من حضور الكثر من البرايفت سيكتور سواء كان من مصر أو من دول الاتحاد الأوروبي، لكن أقدر أقول إنه مؤتمر اليوم هو مؤتمر حكومي حكومي. ما كانش يجب إنه يكون كده، لكن كنقطة بداية جيدة إنه المسؤولين الحكوميين موجودين، ودي المفترض إنها بتدفع للقطاع الخاص وبتفتح له فرص لبناء علاقات جيدة. المربع رقم اتنين المفترض إحنا ننتقل إليه إنه المربع رقم واحد كنا بنتكلم على مؤتمر اقتصادي أو استثماري عام. احنا داخلين بنمضي اتفاقيات مع ما بين الحكومه المصريه والاتحاد الاوروبي. المفترض انه يتلو هذا المؤتمر مؤتمرات اكثر تخصصيه، بمعنى انه كلام العام عن الاستثمار لا يجب ان يستمر كثيرا، والمؤتمرات العامه عاده ما بنخرجش منها غير بالكلام فقط. الكلام التخصصي ده اللي احنا محتاجين انه يبقى مش بس في كل قطاع لكن كمان في كل صناعة. يعني بتكلم على صناعة زي الحديد والصلب، بجيب المعنيين بالأمر من الجانب المصري والمعنيين بالأمر من الاتحاد الأوروبي، مش بس بجيبهم يقعدوا يسلموا على بعض ويتناقشوا ويتكلموا ويمشوا، ما بجهزش لهذا المؤتمر إلا لما بيبقى عندي اوريدي مشروعات أنا اشتغلتها محددها، محدد مكانها فين، رأس مالها هجيبه ازاي، حجم انتاجها فين، هيتصدر فين، هيتباع في السوق المحلي فين، داخل بعشر عشرين دراسة جدوى مكتملة الأركان. وباجي هي دي بقى فكرة الفرص الاستثمارية. يمكن حديث السيد رئيس اليوم ان احنا الحقيقة عندنا اكم من فرص استثمارية، بس مش مفترض ان انا اندح للمستثمر في الاتحاد الأوروبي اجي اقول له تعالى اقعد دور، لا ده انا مفترض ان انا ببقى داخل الاجنده بتاعتي جاهزه لناس معنيه بنفس الصناعه. ونفس الامر فيما يتعلق بصناعه السيارات، نفس الامر فيما يتعلق بقطاع السياحه، نفس الامر فيه وهكذا. وبالتالي ده المربع رقم 2 و3 و4 اللي المفترض ان انا اعمله. انا بعمله لا ما كنتش بعمله قبل كده. والمفترض انه لو مؤتمر اليوم انتهى فقط من غير ما ننتقل للمربع رقم 2 هيظل النتيجه اللي احنا هنوصل لها هي النتائج كل هو. معلش يا دكتور هشام، يعني هو اتفاقيه الشراكه للمصالح الاوروبيه والاتفاقات القديمه اللي اتقالت، واحنا الميزان التجاري مش لصالحنا فيها، لكن جميل. احنا ترفيع العلاقات الاستراتيجيه عشان الامور الجيوسياسيه وغيره، وترجمتها النهارده بيقف جنب مصر عشان مش عايز اي هزه تحصل. فبيساعد بحاجتين، هو بيساعدك بحزمه مساعدات وقروض ومنح، وفي نفس الوقت بيديك فرصه انك انت تجذب استثمارات من عنده. والنهارده اتقال فيها ارقام مهوله جدا في توقيعات وحاجات 70 مليار يورو. عظيم جدا. السؤال هو في اونر للقصه بتاعت الاتحاد الاوروبي دي؟ يعني في واحد كده لما اجي اي حاجه خاصه باتفاقيه الشراكه الاوروبيه، اي حاجه خاصه مع دول الاتحاد الاوروبي، اروح لمين من الناس؟ في حد؟ ولا بروح لوزاره التجاره واروح لوزاره الاستثمار واروح لبتاع التخطيط واروح للتعاون الدولي؟ انا شايف النهارده كله بيتكلم وكله له عنده ملفات، لكن مين اللي بينسق؟ مين المايسترو اللي فوق اللي قاعد بيعمل العمله دي؟ فيه ولا المفروض يستحدث ولا انا بقول اي كلام؟ طيب ما يتعلق بالاتحاد الاوروبي مؤكد فيه. ما يتعلق بمصر انه مفترض مؤتمر اليوم دور السيد الرئيس مفترض انه فتح الباب. دور السيد رئيس مجلس الوزراء المفترض انه هيبدا مع كل وزير على حده، وتكليفات محدده من السيد رئيس مجلس الوزراء لكل وزير، وكل وزير هيبتدي يجهز دولاب العمل بتاعه فيما يتعلق بهذا الملف.
والوزير هيبقى دوره انه اولا يجهز القطاع الخاص مبدئيا، لان القطاع الخاص كمان مش جاهز. يعني القطاع الخاص لما ابتدي اتكلم وهم المعنيين بكل قطاع، هم اللي ادرى بشعوب هذا القطاع. يعني المعنيين بصناعه السيارات هم اللي فاهمين هذه الصناعه، الاحتياجات، القدرات والامكانيات المتاحه عندنا، من لديه رغبه، مش بس من هنا لكن من لديه رغبه من اي من دول الاتحاد الاوروبي انه يحط استثمارات خارج دولته او خارج الاتحاد الاوروبي. يعني هيبقى فرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا ولا اكيد المعنيين بصناعه السيارات في مصر هم اللي عارفين مين في المانيا، وهم دول اللي هيوجه ليهم الدعوات وتتبعت لهم دراسه الجدوى قبل ما نعمل المؤتمر. وبالتالي يبقى انا مؤتمر زي ده لما بينعقد بطلع بنتائج على ارض الواقع، مش بقى ان احنا نبتدي نتكلم. الدراسات دي هيتعمل المؤتمر بس عشان نمضي اتفاقيات بدايه تنفيذ. وفي الحاله دي مش بس بتكلم على المستثمرين، لكن بتكلم كمان على جهات تمويل المفترض انها هتكون جاهزه ومحدده الفاينانشال ستراكشر بتاع كل مشروع وهيجي ازاي وقاطعين فيه شوط مهم. والمفترض انه انا على مدار سنوات طويله، صحيح يمكن زي ما اشار الدكتور سمير، عجز الميزان التجاري فيما بين مصر والاتحاد الاوروبي حاجه صعبه جدا. والحقيقه انا ما كنتش يعني بنظر قوي للميزان التجاري على قد ما بنظر لميزان المدفوعات، وده الحقيقه الاكثر اهميه، انه يعني بيجي لي جزء من السياحه، بيجي لي جزء من الاستثمار، فالدنيا بتقرب شويه، لكن ما زال الفجوه كبيره حتى في ميزان المدفوعات. يعني لو اضفت لي صادراتي ارقام السياحه واضفت لي ارقام الاستثمار، ما زال العجز في ميزان المدفوعات كبير. وبالتالي مش عايزين اللي احنا دوما مشكلتنا كل كام سنه بنضطر ندخل على ديفالويشن ليه، والمواطن هو اللي بيدفع الثمن ليه، لانه احنا الحقيقه مش عنا على الميزان، على ميزان المدفوعات. وده الحقيقه ما يجيبش ان احنا نستمر في هذا الامر، ان يبقى ميزان المدفوعات بيميل بشده ناحيه دوله او تكتل. ولو ده مستمر معانا يبقى احنا مؤكد بعد كام سنه هندخل تاني عشان نعالج تاني اخطاء احنا واقعين فيها. وبناء عليه اللي احنا محتاجينه اجابه لسؤال حضرتك، ننتقل للمربع رقم 2 رقم 3 رقم 4. اللي كانوا حاضرين المؤتمر اليوم عينهم على ده، في ذهنهم ده، عندهم تكليفات واضحه بده، ولا هيبقى السيد الرئيس فتح الباب وبعدين اللي عايز يدخل يدخل واللي نايم في القاعه وهكذا. فالنتائج تتحقق ازاي؟ تتحقق انه احنا نعمل الهوم ورك بتاعنا، كل واحد يعمل الهوم ورك بتاعه، لكن مش بس على القطاع الخاص اللي هو حتى الان مؤكد انه غير جاهز، لكن كمان على المسؤول الحكومي انه يبتدي يشتغل زي ما احنا بنتكلم دلوقتي عشان يبقى فيه نتائج بتحقق على ارض الواقع ويقيم ويحاسب على ما يتحقق من نتائج. دكتور مدحت، انا الدكتور هشام قال القطاع الخاص غير جاهز ويجب ان احنا نلتقط الفرصه، وانا شايف انه المؤتمر لو لم يكن هناك اجراءات مغايره لما سبقه هيبقى محلك سر. هو مش المفروض ان احنا يعني نضع امال كبيره على هذا النوع من المؤتمرات، يعني المؤتمرات الحقيقه لا تصنع الفرص، وهي مؤتمرات بطبيعه الحال هي اطاريه، بتطرق الابواب بشكل عام، بتضع تصور، بتوريك الابيتايت او شهيه مصر لاستقبال هذا النوع من الاستثمارات، وان هناك يعني قياده سياسيه مواتيه ومرحبه وبتشجع هذا النوع من الاستثمارات، وهذا ما تقدمه المؤتمرات. وحتى لو حضرتك ركزت في الجلسات، اذا كان كلامنا احنا متعاد او ورغم واجهته لكنه بيتعاد كتير، فلو سمعت الكلام اللي اتقال في الجلسات هتحس انه هو يعني اكثر كمان عموميه وشمولا من اللي احنا قلناه، لان بطبيعه الحال المؤتمر ما يسمحش باكثر من هذا. طيب كيف نتحول القطاع الخاص؟ أنا يمكن بختلف شوية مع الطرح بتاع دكتور هشام في أن القطاع الخاص مش محتاج أن أنت تقوده بهذا الشكل التوجيهي، يعني هو اللي هيبحث عن الفرص بتاعته بمجرد أن أنت اديت له العناصر الأساسية الممكنة، تمكينه وأنك لا تزاحمه زي ما اتفقنا قبل كده كذا. سيتدخل سيستطيع القطاع الخاص أن يعمل، ولو اشتغل القطاع الخاص المصري هو ده الأساس، الأجنبي هيجي على طول. هيجي على إيه؟ مش على دراسات جدوى برضه، لان دراسات الجدوى دي كانك بتصادر على تصوراته، ممكن تبعت له بري فيزابيلتي او دراسه جدوى اولويه عشان تدي له فكره للمشروعات، او تمضي او تبعت له ليتر اوف انتنت، او يبعت لك هو ليتر اوف انتنت. لكن هو هيخش وهيدرس وهيستثمر. لدراسه جدوى دلوقتي بقت مكلفه، ده بقى في دراسات الجدوى بتعدي ال $200,000، فانت عشان تستثمر ده جزء من استثماره، يعني عشان يبتدي الكلام ده يحصل مش هيجي غير بان انت
توفر له الأساسيات اللي هو عايزها. إيه الأساسيات اللي هو عايزها؟ لازم تعرف إيه المزايا النسبية بتاعتك. إحنا دائما ما زلنا وقلناها هنا كذا مرة قبل كده، ما زلت أنت متصور أن أهم ميزة عندك الأرض، والأرض كنسبة من أي مشروع استثماري أيا كان أهمية هذا المشروع لا يجب أن تكون نسبة، المفروض تكون مش مهم. يعني أنت عايز تخش بيها، أنا داخل بالأرض، طب عايز تاخد بيها كام حصة بالأرض؟ هو بيوافق، هخش يا سيدي شريك بالأرض. عايز تاخد بيها حصة قد إيه؟ تقول له والله أنا هقيمها لك بكذا، يبقى مش عارف إيه تمنها كذا، تبقى تمنها تريليون دولار، فأنا هخش ب 100% ولا ب 90%. مستحيل، ده ما فيش شغلانه كده. فبيبوظ المشروع ده. بقى سؤال بقى ردا بقى على سؤال حضرتك، بيبوظ المشروع من اول خطوه في التفاوض، يبقى انت مش عارف مزاياك النسبيه. طيب حاجه ثانيه، انا عندي ميزه نسبيه، انا عندي سوق كويسه، سوق وعندي عماله رخيصه نسبيا طبعا، وعندي طبعا بما ان العمله دي فاليود اكتر من مره، فعندي هذا الشق التنافسي بشكل كبير، وبالتالي الاجور منخفضه، ده اللي اقدر اقدمه. وبقدم طبعا تصورات تسهيلات لان انا دلوقتي شغال تايتنج. التسهيلات اخبارها ايه والضرائب اخبارها ايه والجمارك اخبارها ايه؟ عايزين نقللهم على قد يعني انا برضو بس طبعا فدي لازم تقللها عشان تتحول لمزايا نسبيه، وعشان وتبص على التمويل، لان هو لازم يجيب تمويل عشان يشتغل. فانت بتعمل توطين، مش الكلام النهارده كل العنوان الرئيسي التوطين. طيب انا هوطن ازاي؟ هو هيجي لك ليه؟ طيب انا هاجي لازم امول من جوه البلد، طب هجيب تمويل منين؟ التمويل دلوقتي بيواجه مشكلات كبيره جدا، لانه مش في مصر بس، في العالم كله، نتيجه سياسات التجديد النقدي ومكمله معانا خلاص، واضح تماما من الفدرالي الامريكي بمؤشرات التضخم اللي عنده، مؤشرات سوق العمل ان هو مش هينزل تاني، ولو نزل ربع نقطه كمان يبقى كويس قوي، ولا نص نقطه بالكتير طول السنه. فده يمثل عبء اضافه على الدول الناشئه اقتصاد الناشئ وعلى الديون وعلى دول المدينه بشكل كبير زي مصر. وبالتالي انا كده عندي دولار اقوى، يعني عندي مشكله في موازين مدفوعاتي، يعني عندي مشكله في سداد ديون، يعني عندي مشكله في ان انا اقدر انزل الفايده عندي. طول ما الفايده مرتفعه يبقى في مشاكل في التمويل، يبقى لازم ابص بقى على ما قيل النهارده من بدائل مبتكره للتمويل. ايوه مبتكره، لازم تكون مبتكره. ولما اقول مثلا حدي زي ما عملت مثلا مبادره 8%، لو هعمل مبادره تدعم سعر الفايده، مش المفروض ان انا اثقل بيها البنك المركزي؟ مش المفروض ان اعمل بيها ديستورشن او اعمل بيها تشوهات سعريه في النظام المصرفي؟ وده اللي حتى التفت اليه صندوق النقد بعد ما احنا قلناه بسنوات. اعمله ازاي؟ اعمله بصناديق متخصصه لهذا، مش صناديق خاصه، عشان كلمه خاصه دي ليها سمعه سيئه. مفهوم. صناديق متخصصه لهذا النوع من الدعم، يبقى وهذه الصناديق يجب ان تكون سستينبل، يعني قابله للاستدامه. يعني ما اعمل صندوق مثلا لتمويل مشروعات الطاقه، وده احنا انا بعمل زيه حاليا بالفعل مع سوريا مثلا، بعمل صندوق لعمليه تحول للطاقه. عشان اعمل صندوق بهذه الاليه لازم اعمله بآلية قابلة للاستدامة، يعني الصندوق نفسه يبقى ريفولفينج، يبقى بقدر أموله، يبقى ما بيبقاش معتمد فقط على مساعدة الدولة، ممكن ياخد مساعدة في البداية لكن يشتغل بعد كده لوحده، يبقى ليه آليات مستقرة لتمويله على سبيل المثال. طيب هذا النوع من الآليات والأدوات متى توافرت؟ مع تشريعات جاذبة، مع تخارج صحي للدولة والتزام بجدول التخارج اللي احنا اتفقنا عليه، مع تحسن في او مرونه اكثر في التعامل مع سعر الدولار عشان ما نرهقش الاحتياطي بتاعنا، اللي الحمد لله دلوقتي وصل لمستويات ما عملهاش من سنوات، 46.1 مليار دولار بتغطي لي 8 اشهر من الواردات وفقا للبنك المركزي. لما اقدر ما انهكش بقى الكلام ده في ان انا ادخل واقعد اسنده على الفاضي، ارجع تاني زي الاول، لما يبقى كل المؤشرات دي اللي عايز يشوفها القطاع الخاص سواء محلي او اجنبي. هو مش عايز، واول ما هيلاقي الدنيا عندك مواتيه هو اللي هيدور، هو اللي هيطلع لك على فكره افكار انت ما تعرفهاش. ما انت لو عارف الافكار من الاول كنت عملتها. هو عنده افكار اكتر بكتير جدا من اللي انت ممكن تطلعها في بلدك جوه ارضك. هو هيطلع وهيطلع الافكار وهيماين الافكار دي، او يحفر ويطلع الافكار دي حتى لو في عمق الارض، لان هو شايف ميزه نسبيه. صحيح. لكن طول ما انت مش قادر تعرف مزاياك النسبيه، وبالتالي اي دوله اخرى ممكن تقدم مزايا اكتر منك، هيروح للدوله الثانيه مباشره، ما عندوش اي مشكله. عندك استقرار سياسي، دي ميزه نسبيه واتقالت النهارده على فكره. طبعا استقرار السياسي ميزه نسبيه، لان هو عايز يضمن، هو عشان يتوطن ويتم التوطين يبقى عندك استقرار سياسي، وعندك شعب قادر يعني عنده قدره على التحمل زي ما اشار سيد رئيس الجمهوريه. طب دي مزايا، بس لازم طبعا تترجمها بشكل يفهمه القطاع الخاص ويفهمه المستثمر المحلي والاجنبي. تمام. يعني دكتور سمير، القطاع الخاص في مصر فعلا قادر على ان هو يلتقط الخيط، يلتقط الفرصه، ولا بين قوسين هو مدلل؟ لا، هو قادر انه يلتقط الخيط. ويمكن عايز اطمنك بس عشان الصوره تبقى واضحه اكتر، هو التقط الخيط بالفعل. يعني مؤتمر النهارده، لا احنا كل بانل كان عليه حد بيمثل قطاع خاص، ودي حاجه جديده في مثل هذه المؤتمرات. يعني مفيش بانل تم النهارده غير لما كان فيه سي او لاحدى الشركات الخاصه المصريه الكبرى، وكنا بنشعر بالفخر
وهم بيتكلموا معظمهم ان انا بشتغل في 50 دولة في العالم وانا شركة مصرية. مش عايز اقول اسماء الشركات ولكن المؤتمر مذاع على الهواء والناس شافته. وفي ناس قالوا بنصدر ل 110 دولة في العالم وارقام حقيقية وصادقية. كلام حلو دكتور سلمان. كم 110 دولة و200 دولة و400 دولة في الاخر هم كم و30 مليار لو طلع منهم المدخلات المستورده بقى 5 مليار. ده الرئيس اللي قالها. عشان اقول انا حضرتك قصدي انا برضو انا عايز اصدم نفسي بالواقع عشان اقدر اتحرك. انا مش عايز اخدر نفسي تاني. لا لا انا دلوقتي بقاوم التخدير ذاتي. لا مفيش تخدير. لا بالعكس انا اللي بقوله ده يعني ايه؟ يعني في فرق كبير جدا في اداره الاقتصاد واداره الاستثمار ان انا اكون غير مهيئ تماما، ما عنديش مقدمات ان انا اكون دوله جاذبه للاستثمار، ما عنديش قطاع خاص اصلا بيشتغل في تكنولوجي وفي نو هاو. ده نوع من الدول، ودول كتيره جدا حول العالم ما عندهاش ده. انا دوله عندي ده. ده اللي انا بقوله مش تخدير، بالعكس ده انا في مشكله اكبر. يعني احساسي بالذنب اكبر لما يبقى عندي هذه البنيه التحتيه الضخمه اللي ارهقت اقتصادنا مش مستغله بشكل وغير مستغله. لما يكون عندي قطاع خاص بقى البنيه التحتيه لما يكون عندي قطاع خاص بيقول الكلام ده وما بيعملش دبليكيت لارقامه، يعني ما بيكبرش ليه؟ أيوة يعني ده السؤال. ده السؤال ليه بقى؟ مش مدلل ولا حاجه، بالعكس هو مضغوط قطاع الخاص. هو مضغوط ولا مدلل ولا طماع ولا عايز يكسب بسرعه ولا شغل في الكونكريت بس ولا يا فندم. انا مش فاهم. ده صوره ذهنيه خاطئه. طب عايزين نصلحها. الصوره الذهنيه اللي اتخذت عن القطاع الخاص من الدراما المصريه، من الثقافه، من الاعلام، كل الكلام كان بيمثل القطاع الخاص وكانه جشع وحرامي وبيعمل بالعكس القطاع الخاص بيشغل الناس. في شركات كتيره جدا النهارده مع التمويل المرتفع، وزي ما اشار الدكتور مدحت عندها ازمه لما النهارده مشروع صناعي ياخد فايده بتصل لارقام 30%. طب هو يعمل ارباح منين لما يكون عندي المبادرات حتى لدعم القطاع الخاص واللي بتتبناه وزاره الماليه ب 15% عشان تحصل عليها بصعوبه جدا. ففين فين فين التدليل لده؟ بالعكس ده انا عايز ادلل القطاع الخاص. انا بطلب ان الفتره اللي جايه القطاع الخاص لازم يدلل اكثر ونتابعه وفي رقابه. ده دور الدوله انها بتحط تشريعات ميسره جدا على تنفيذ الاعمال وعلى متابعه اعمال القطاع الخاص، وتكون رقيب على اليد الاخرى وما خدش الناس كلها بذنب حد. يعني النهارده الاتحاد الاوروبي، ما نشوف القطاع الخاص في الاتحاد الاوروبي بيعملوا معايا. لا هو مدلل فعلا. الشركات الكبيره في اوروبا بيقعدوا الدول، ودول عريقه وعندها ديمقراطيات وعندها احزاب وعندها برلمان، بس بيقعدوا مع القطاع الخاص واصحاب المصلحه في اي تشريع ضريبي، في اي تشريع له علاقه بالجمارك. ده محتاجينه. يمكن اللي انا قصدي اقوله ان احنا على اعتاب نقلة كبيرة جدا، هنستغلها ولا لا؟ ده السؤال، وده عند القائمين على الملف الاقتصادي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية. وانت حضرتك سألت سؤال للدكتور هشام، مين الشخص الانكر، مين الديسيشن ميكنج في التحالف ده والاتفاقيات دي؟ ده سؤال مهم جدا. لو انا سبت الموضوع من غير ليدر واقول ان وزارة التعاون الدولي وزارة التخطيط وزارة السياحة وزارة النقل وكل وزارة في مجالها والزراعة، ما انا عندي في شركات في الزراعة والزراعة الحديثة، عندي في النقل واللوجستيات، عندي. لو سبتها كده يبقى هتعتمد على كفاءة كل وزارة من عدمها، وبالعكس ممكن حاجة سلبية من وزارة واحدة تسمع في بقية القطاعات. لو جه تشريع ضريبي فاجئ المستثمر القطاع الخاص الاوروبي، غيرنا حاجة في الضرائب بكرة خلاص، حتى لو انت عامل له كل حاجة صح في قطاع النقل واللوجستيات هيقلق، هياخد خطوه لورا. فاللي انا عايزين نقوله الفولو اب وبعدها تاني، واهم موضوع النهارده في المؤتمر ده واللي لازم نركز عليه راس المال البشري. انا عندي شباب، عندي عدد كبير من المواطنين القادرين على الدخول في سوق العمل. الاتحاد الاوروبي عنده ازمه في ده، انا لازم اشوف ايه المزايا اللي عندي ومش عنده. انا اللي عندي مش عنده هو العنصر البشري، بس العنصر البشري بوضعه الحالي ما يلزموش. مش ميزه تماما، هو حمل. يعني الصنايعي المصري هو مش هيعترف بيه الاتحاد الاوروبي. لما تقدم له السيرتيفيكت بتاعت سباك او نجار او بنا، هو هيعمل له اختبار لحام براد، هيقول لك لا ده مش اكسبتد بالنسبه لي كالمانيا او ايطاليا او فرنسا. يبقى انا لازم اشتغل على ده، وهم اللي يساعدوني فيه ويقدروا يساعدوني لانهم عايزينه. أيوه. السائق المصري في ازمه في كل دول الاتحاد الاوروبي النهارده، عندهم ازمه في السائقين، لذلك بيبحثوا على الارتفيشال انتليجنت والسياره اللي بتقود بدون سائق، عشان هو شايف قدام 10 و15 سنة هتبقى عنده ازمه كبيره في هذه النوعيه من العماله. انا عندي ده مؤهل، احنا اهلنا الناس، الفوكيشنال تريننج، التعليم الفني، بنقول الكلام ده كتير بس النهارده واقفه. نستفيد بقى بوجود الاتحاد الاوروبي معانا على الترابيزه. ادخل درب لي الناس، انت محتاج كل العماله دي، اعمل لي التريننج تحت اشرافك،
بالمناهج بتاعتك بالتخصص اللي انت محتاجه. والنهارده احد رؤساء الشركات الخاصه في مصر قال احنا بنعمل في الكليات التكنولوجيه بالشراكه مع الاتحاد الاوروبي. ده موضوع بالنسبه لهم مهم جدا. هو عايز مهندس مصري وعايز فني مصري وعايز سائق مصري بس بانهي كواليفيكيشن. واحنا من الشعوب اللي بيصنفونا هناك لما بنقرا تقارير الاتحاد الاوروبي قليل المشاكل. يعني احنا في الدول دي بنروح مصري يشتغل بيكون ملتزم جدا بالقانون, كنش مصدر ازعاج لحد. دي مزايا فينا كجيناتنا كمصريين, بنحترم المكان اللي بنعيش فيه قوانينه, بس محتاج يبقى عندي سكيلز ومهارات. انا مش عندي ده, فبالعكس انا شايف ان احنا نحاسب نفسنا اكتر ان مع كل البنى التحتية مع كل اللي حصل في نقلة كبيرة في الطرق والنقل وسرعة تنفيذ الاجراءات, ازاي ما نستغلش ده؟ ازاي الخمسين مليار يورو ولا السبعين مليار يورو الارقام دي, ده انا لازم اشوفها في خلال سنة وسنتين اترجمت على الارض, فشغلت شباب كتير, حلت لي ازمة كبيرة في الدخل. الاتحاد الاوروبي لما هيجي يدفع مرتب لمصري مش هتتكلم في الالفين والتلات تلاف والخمس تلاف للموظف. الشركات دي عندها ستاندر وعندها بوليسي, فهتدي مرتبات كبيرة هترفع من شأن الشباب وهترفع الدخل المعيشي للمواطن, يقدر يتحمل بقى غلاء اسعار ويقدر يشارك في ان الحجم بتاع الناتج القومي يزيد جدا في فترة قريبة. ازاي يوصل للحتة البراقة اللي قلتها لي؟ ما هو في ناس بتتفرج علينا دلوقتي يقول لك الله الاتحاد الاوروبي والمؤتمر والحاجات دي هتخلي يدينا وظائف ومرتبات زي الاتحاد الاوروبي. طب فين يعني ازاي يوصل لها السلم اللي هطلع عليه؟ السلم ان يكون في شخص مكلف من قبل السيد الرئيس ومن متابعه من رئيس مجلس الوزراء بيتابع هذه الاتفاقيات. كل ما تم التوقيع عليه من بروتوكولات تعاون لازم اشوف الفولو اب كل 10 ايام وكل شهر, زي ما بنعمل في البرايفت, زي ما احنا في القطاع الخاص لو انا مضيت اتفاقيات النهارده في دوله من الدول ورجعت في تيم بيشتغل يتابع الملف ده. يا دكتور سمير احنا يعني انا موافق تماما, وانا كنت بقصده وانا بس الدكتور هشام ان احنا عايزين اونر للقصه صح, وليكن وزير من الوزراء ما عنديش مشكله, يعني ان شاء الله يقول المسؤول عن ملف الشراكه او ترفيع العلاقات او الاستثمارات او ما يتم توقيعه من مخرجات وزير التعاون الدولي مثلا, يعني مثلا او اي حد يعني مش فارق معايا, او حد من بره المنظومه الحكوميه قاعد شغلته بس يبقى اكاونتبل يعني يحاسب على يعني حد شخص مسؤول. وعندي كمان بنفس الطريقه قلناها لما كنا بنتكلم على بريكس, مين الاونر بتاع موضوع بريكس؟ طبعا بالزبط. مين المسؤول عن ملف العلاقات المصريه الصينيه الضخمه دي اللي اكبر من الاتحاد الاوروبي؟ بالزبط. مين المسؤول عن ملف العلاقات المصريه الامريكيه الضخمه دي اللي زي الاتحاد الاوروبي؟ مين مسؤول عن القاره الافريقيه العظيمه اللي احنا قلنا؟ التمثيل التجاري الحقيقه عنده هذه القدره, لكنه غير ممكن بال تماما غير ممكن. على فكره التمثيل التجاري بيقول كلام عظيم جدا زينا احنا كده. انا عايز حد عنده القدره على اتخاذ القرار وان هو يبقى مسموع. كلمه اخيره دكتور هشام. ما يتعلق بالبريكس هي شبيهه بنفس العمل اللي احنا بنتكلم عليه. لا انا مش هكلم على البريكس, انا هتكلم انه الوحده اللي شكلت في مجلس الوزراء ده عشان الفولو اب, لكن هيظل المسؤول الاول عن انه كل ما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات هو سيد رئيس مجلس الوزراء. ليه؟ لسبب بسيط جدا, لانه ودي المشكله الازليه عندنا في ملف الاستثمار. هو وزير الاستثمار وزير الاستثمار بالظبط. وبالتالي فكره انه يبقى في شخص اونر والمفترض انه يتابع وزراء قد يكونوا اقدم واكبر هتبقى مساله صعبه جدا. وبالتالي هو يظل هو سيد رئيس مجلس الوزراء. لكن خلينا نشير لفكره انه القطاع الخاص جاهز ولا مش جاهز, الحقيقه اتكلمت فيها مؤكد الظروف والتحديات اللي بتواجه القطاع الخاص حاليا صعبه للغايه. تمويل طبعا تكلفته عاليه زي ما اشار الدكتور مدحت, لكن المستثمر بالمناسبه مش عايز دعم, المستثمر عايز مسانده. ويمكن كان كلامي في الحديث الاول مش انه المسؤول الحكومي هو اللي يواجه ويقود, لا المسؤول الحكومي هو اللي يبقى في ظهر رجل الاعمال, يعني هو اللي هيقود ويتحرك, هو مستثمر والمسؤول الحكومي بيتابعه عشان لو عنده مشاكل في أي من الجهات المختلفة يتحرك يحلها بسرعة. فالفكرة أنه المستثمر مستني الدعم, أنا بالمناسبة يمكن كنت في لقاء سابق مع حضرتك, فكرة الدعم دي فكرة مقيتة كلمت فيها قبل كده مع حضرتك. فكرة الدعم لا للمواطن فكرة جيدة ولا للمستثمر فكرة جيدة. الدعم معناه أنه في ديفو في الوضع الاقتصادي, وانا ما يجيبش ان انا ارتكن لهذا, لانه عاده الدعم بيرتبط بفساد.
بالتالي ما اقدرش اقول انه دلوقتي هعمل بتكلفه تمويل منخفضه ب 8 ولا ب 10 عشان تكلفه التمويل ب 30 فنلاقي في مسارات اخرى بيتحرك فيها التمويل فبتخرج فما بيتفتش فبتستنزف. لا، المستثمر اللي ما عندوش مشكله ياخد تمويل ب 50 و60% بس انزل له الضريبه تبقى في اطار تنافسي. صحيح. ولو عنده مشكله في اي جهه بيروقراطيه حكوميه الوزير على الفور يتحرك. لو وهرجع اقول تاني، فكره الموظف اقوى من الوزير، الى اي مدى ما زالت هذه الفكره حقيقيه؟ ما انا نفسي ان ارجع اقول تاني لا، ده الوزير والمسؤول اقوى من الموظف اللي تحت منه. للاسف الشديد حتى الان ما زال الموظف الصغير مش الكبير، موظف الدرجه السادسه ده اللي مع الختم، اللي مع الختم ده اقوى 100 مره من الوزير. ده اللي في الغالب. صحيح. لو عايز حط في دماغه انه الوزير يمشي هيمشي، وهو ده الحقيقه سبب فشل الوزراء. واحنا الحقيقه بنتكلم على تشكيل وزير، الوزير ما لم يكن قوي بدايه من الداخل من قلب الوزاره قادر انه يدير الوزاره والكفء يفعله ويديله باور واللي بيعقد المسيره يحيده او يتكنه على جنب، الوزير مش هيعمل كده، مش هيبقى بعد فتره نجح. تمام دكتور مدحت، يعني والدكتور هشام بيتكلم الحقيقه في وزراء ومسؤولين بيساعدوا المستثمرين والقطاع الخاص وبيدفع وبيشتغل بشكل، يعني اكيد في ناس كويسه جدا، وعلى الطرف الاخر في ناس بتعرقل، بتحس ان هو عدو الاستثمار، بتحس ان هو عدو التصدير، بتحس ان هو خايف، ايده مكبله، يقول لك لا افضل من يعني دايما يحب كلمه لا، متحفظ، بيدي تاشيرات معرقله جدا جدا، وفي النهايه بيخرج سليم. يعني هو ما حدش بيحاسبه، يعني الراجل اللي ادى عمل مشروع عظيم جدا وجاب استثمارات بمليار دولار، فكلنا بنقول الله بنسقف له، لكن الراجل اللي عرقل الاستثمارات بمليار دولار ما عادش بيعمل حاجه اصلا. يعني هل يمكن ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبه؟ انت عندك حرات يا عم، عايزين نعاقب الراجل اللي بيحط اللي جلطه في جلطات في القطاع الخاص. اتفضل. تذكر حضرتك كنت بقول لك ايه؟ اكاونتبل، يبقى فيه محاسبة. accountable دي ايه؟ مشكلة الموظف العام عموما، مش بس الوزير، اي موظف عام لو ما عملش حاجة خالص هيكرم، لانه هيبقى عمل اللي عليه، اللي عليه ان هو يعمل ايه؟ انه يجي الصبح ويمشي بعد الظهر ويقبض مرتبه اخر الشهر. هل في الحمد لله ما عملش مشكلة، ما عملش مشكلة، انا ما عملش مشكلة، فانا كده خرجت متكرم. طيب اللي عمل بقى وخد وجازف وغير وبتاع ممكن يتسجن، تعمل كثيرا تعمل كثيرا تخطئ تجاهه هتغلط فممكن يتسجن. فيقول لك طب انا اعمل زيه ليه؟ طب ما نقعد على جنب، انا كده هترقى وممكن ابقى في يوم من الايام اخد منصب كبير قوي. فطول ما الثقافه دي موجوده هيبقى عندي مشكله، لكن هتظل فكره طول ما السؤال نفسه فيه مشكله. لو حضرتك بتقول لي اصل الوزير واصل الوزير وده في ظهره وده معاه وده مش معاه، انا عندي مشكله من فكره ان يبقى في حد في ظهر حد. انا عندي مشكله ان انا ابقى مستثمر منتظر حد او اسم او شخص يساعدني، انا عايز السيستم هو اللي يساعدني، انا عايز السيستم يبقى متيح ويبقى مساند. وعلى فكره كلمه الدعم اكتسبت يعني سمعه سلبيه عشان الكوربشن، مش عشان ان هي كوربتد. الدعم موجود في كل حته في العالم طبعا، كل حته في العالم في حاجه اسمها دعم. والضريبه اللي بيقولها دكتور هشام لما خفض ضريبه بالتعريف هي دعم سلبي، يعني هو نفس الفكره، لكن في الاخر ما انا هنزل الضرايب، ما هي هي اسمها دعم سلبي بالتعريف. مسنده بقى، بلاش كلمه دعم دي بتتفهم بغض النظر. ما انا بقول لك سيبك من المسؤولين، يقول لك لا مشاحه في الاصطلاح على راي جماعه الدرعميين، فسيبك من المصطلح، لكن الفكره نفسها ايه؟ الفكره لماذا تدعم الدوله، وهقول تاني تدعم، لماذا تدعم الدوله منتجا معين؟ لماذا؟ لانها ترى ان هذا المنتج له قيمه مضافه مهمه. انا عايز ادعم الانتاج الصناعي ليه؟ لأنه هو ده قاطرة التنمية في مصر، يبقى لازم أوجه له كل ما يمكن توجيهه من دعم من مساندة من سميها ما شئت، لأنه هو ده اللي أنا عايز أنميه. على فكرة بس على ذكر الأرقام اللي حضرتك ذكرتها، الأرقام دي مش كبيرة، إحنا من 2017 كنت بس الرقم ما كانش قدامي، من 2017 2022 الاستثمارات الأوروبية اللي جات من الاتحاد الأوروبي زادت عن 45 مليار، اقتربت من 46 مليار، 45.75% مليار دولار. يعني إذن الخطة الموضوعة النهاردة اللي بنتكلم عنها اللي هي تمتد 4 سنين كمان، لو كان طموحنا ان احنا نوقع اتفاقات وتتحول الى مشروعات ب60 او 70 ممكن يحصل، بس نتمنى انها تبقى بعيدا عن مجال الطاقة التقليدية، لان معظم تقريبا الارقام اللي انا ذكرتها دي اكيد داخلة في الاكسبلوريشن في مسألة البحث والتنقيب عن الغاز وإيني والحاجات اللي احنا عارفينها اكيد. فاحنا عايزينها تخش بقى في الحاجات التانية، تخش في الحاجات اللي هي كثيفة العمالة، لان انا عندي عمالة كتير عايزها تشتغل. صحيح. والتأهيل الفني ده فاكر كنا على بانل في جامعة القاهرة لو تذكر حضرتك، كان معانا الوزير المالية واتكلمنا على التأهيل الفني وقلنا ان ده حاجة مهمة، وانا حتى اشرت ان انا كنت رئيسا لمعهد التبين ومضيت مع المانيا اتفاقات
عشان الألمان يساعدونا في تأهيل العمالة المصرية. نتمنى أن احنا يبقى عندنا إطار جامع لهذا. مبادرة مبارك كل القديمة اللي احنا نذكرها كان ليها نجاحاتها وتوقفت بدون سبب، وأعتقد أن ممكن إحيائها بمبادرة أفضل. تمام، كلمة أخيرة دكتور سمير. الكلمة الأهم بالنسبة لي أن مصر أهم حاجة الناس كلها والعالم كله من شرق والغرب والاتحاد الأوروبي بيروا الاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي مهم جدا جدا، التحديات كثيرة جدا، العالم كله بيشهد تحديات يمكن شبه كده إرهاصات ما قبل الحرب العالمية الثانية. يعني عندنا حاجات غريبة جدا، الاقتصاد كل يوم فيه تغير في شكل. صحيح. البنك المركزي في إنجلترا بياخد قرارات ويرجع يقول أنا أخطأت في هذا القرار، وهو من أعظم البنوك المركزية في العالم وأقدمها. فإحنا بنشهد، فلذلك إحنا كدولة مصرية وحكومة ما عندناش مشكلة أن يكون في أخطاء بتحصل، ده الطبيعي في العمل البشري، أن أقول أن أنا وفقت في هذا وأسبت ولكن في أخطاء في حاجات تانية. صحيح. ده هيكون بداية الإصلاح. الأهم أن أنا لما أكون براجع وبقيم أي شخص مسؤول عن ملف، احنا في الحوار الوطني بالمناسبة حضرتك بتقول موضوع الموظف العام، احنا اقترحنا من ضمن مقترحات الحوار الوطني يكون في قانون اسمه حماية الموظف العام حسن النية. ان انا لو اخطأت وانا بشتغل مضيت ورقة وفيها خطأ والتحقيقات اثبتت ان انا حسن النية ولم يكون وراءها فساد ما ياخدش اي ده كان ليه مشروع قانون على فكرة قبل كده. مهم اتعمل قبل كده المشروع ده بس ما يجس، لان في موظفين بيوقفوا ما يمضيش لانه خايف. صح. مجرد ان هو قلقان، هو لو ما مضاش مفيش قلق. فاذا هنرجع تاني، مصر جاهزه لنقله كبيره جدا نتمنى نراها قريبا، نقله في الصناعه التحويليه، نقله في ملف التعدين، في السياحه، في الطاقه الجديده المتجدده، في اللوجستيات، عندنا كل المحاور دي، الزراعه الحديثه. طب ايه اللي ناقصنا؟ هنرجع تاني، البيروقراطيه، عدم متابعه الملفات، التعليم ثم التعليم، تعليم عام وتعليم فني. صحيح. محتاجين نشتغل عليه بسرعه جدا. انا حابب بشكركم جدا، وأتمنى أن احنا الحوار القادم أيا كان يبقى حوار على موضوعات وضعت يعني في على الأرض وفي حال تشغيل، ونتكلم على أنا عايز أتكلم في إنجازات حقيقية، مش عايز أتكلم على نوايا. صحيح. ومش عايز أتكلم على عناوين كبرى، ومش عايز أتكلم على مؤتمرات. الشيطان غادر التفاصيل، غادر التفاصيل، احنا قلناها غادر التفاصيل. حتى في التفاصيل موجود في العنوان الكبير، فاحنا عايزين ننتبه. يعني انا فعلا شايف ان احنا عندنا فرص، وشايف الفرص واقعيه كبيره، والحقيقه برضو مش بجامل ومش ببالغ ومش الرئيس دايما بيطرق الابواب ويفتح الابواب وينتظر ناس تخش تكمل. وفي ناس كتير جدا ما اعرفش، في حاله كسل، في حاله خوف، في حاله في عراقيل، انا ما اعرفش. وانا دايما بضرب المثل بالاتجاه جنوبا، والرئيس اول زياره ليه كانت في افريقيا، ودايما داعم للقاره الافريقيه، ودايما بنتكلم على ان احنا ده فرصه للاستثمار. وفي نفس الوقت يعني في عندنا حاجات كده متناقضه، لكن في النهايه خالص الارقام لا تكذب، واحنا فعلا ارقامنا لابد ان احنا نعترف ان في مشكله عندنا في التصدير. طبعا في مشكله عندنا في ارقام الاستثمار الاجنبي المباشر. في فرصه، في مشكله عندنا في الناتج المحلي الاجمالي ونمو. في فرصه عندنا في مشاركه بعض القطاعات المهمه في الناتج المحلي الاجمالي. في عندنا مشكله في تدريب العماله انها تبقى مدربه زي ما حضرتك قلت، ان هي تقدر تشتغل وتتفاعل وتنتج في اي مجتمع اخر. احنا عايزين نصدر، يعني بدل ما صدر مثلا سواقين وغيره والحاجات اللي هي في الاخر مش هتجيب حاجه بالنسبه لي هتفيد الناس دي، انا عايز اصدر براءة اختراع. انا عايز اصدر مراكز البحوث اللي عندنا والتعليم. انت قلت دلوقتي يعني قعدت معانا الاسبوع اللي فات، كان عندي مجموعه من العلماء بنتكلم في البحث العلمي ودوره في المشروع الوطني. شفت ان احنا عندنا ناس بتفكر عظيمه جدا، لكن للاسف اصطدموا وارتطموا بصخره الروتين. طبعا. وعوجة فندي برضو اللي قاعد في المقفل. عمر، بشكركم جدا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة. شكرا دكتور هشام. دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت بشكرك جدا. شكرا جزيلا. دكتور سمير صبري مقر لجنة الاستثمار الخاص محلي الاجنبي الحوار الوطني. شكرا. شكرا سمير. مشاهدينا الكرام انتهى وقتي، نلتقي غدا، دمتم في امان الله، وافكركم ان بكره 30/6 كل سنه وانتم طيبين.